نشكر زملائنا على تغطية بيوم قوى الأمن الداخلي. بدنا نوجه تحية لقوى الأمن الداخلي مشاهدينا، وبنرجع لنكمل فقرات برنامجنا. يعني وصلنا لمحطتنا التالية أريج. ميسان، دايما شهر رمضان هو شهر أكيد الخير والعبادة، وشهر تتوضح فيه معالم الإيمان بكافة أبعاده النورانية، وبتعكس تنعكس هالشيء على كافة سلوكيات حياتنا. ومن السلوك الملاحظ خلال هالأيام المباركة ظاهرة القراءة اللي بتتمحور بغالبها حول المواضيع. أكيد محطتنا التالية رح نتعرف من خلالها على معالم ظاهرة القراءة خلال شهر رمضان المبارك مع رئيس اتحاد الناشرين السوريين هيثم الحافظ. أهلا وسهلا فيك أستاذ هيثم. أهلا وسهلا فيك، الله يسلمك، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، أنتم السادة المشاهدين جميعا، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير لسوريا الحبيبة، وبالسنة القادمة إن شاء الله بتكون هذه الغمة قد زالت عنا. إن شاء الله يسعد صباحك أستاذ هيثم. يعني ظاهرة القراءة بشهر رمضان يمكن تتمحور حول مواضيع غالبيتها دينية، خلينا نحكي عن القراءة بهذا الشهر. والله هي القراءة بشكل العام بمفهومها العام بشهر رمضان هي مفهوم ديني، لكن هو ممكن يكون المفاهيم كلها ممكن أن تكون موجودة. هلا هي القراءة بحد ذاتها أساسا وقت نحن بنرجع لأمر القراءة هو أمر إلهي. يعني نحن اليوم أول ما بنشوف فكرة أو الآية القرآنية اللي نزلت ونحن بنقول مثلا اقرأ، وقت إجا الوحي لعند الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، قال له لساتنا في حوار هون، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هي في هون في عندي خمس آيات، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هدول الخمس آيات محورهم كلياتهم بتجي حول القراءة. لكن أنا اللي بدي أقول لك إياه، وقت عندما نزلت هذه الآية وقت قال اقرأ ما كان في عنا أي شيء من تعاليم دينية أو قراءات سابقا لحتى يقرأها. وقت قال له الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ، إذن هي القراءة هي مفهوم عام للمعرفة، هي مفهوم عام للثقافة، هي مفهوم عام بحيث أنه أنت بإمكانك تقرأ أي شيء. ليست القراءة المرتبطة فقط ارتباط وثيق وكامل خليني أقول الأحكام الدينية أو الأمور الدينية، لكن فعلا شعورنا نحن الناس كلياتنا بشهر رمضان بنتجه كلياتنا لكل بنسميها طقوس رمضانيه، بنتجه كلياتنا لهذه الطقوس الرمضانيه، حتى بنتجه احيانا الاكل له لبس له اكله الخاص برمضان، اللبس له لبسه الخاص برمضان، كذلك حتى انتم اللي بيشتغل بالدراما له صيغه معينه او طريقه معينه تتناسب مع رمضان، فما بالك انه نحن اليوم امام كلمه اقرا الامر الالهي يلي نحن اجانا من عند ربنا عز وجل بيقول له اقرا تمام باسم ربك الذي خلق. اذا نحن نتجه الى فعل ديني، لكن انا شايفه من خلال عده ابعاد ومفاهيم نحن عم نشوفها بالشارع ما بالضروره ان تكون دائما ارتباطاتنا ارتباط دينيه، لكن طبعا اكيد المصحف الشريف هو اساس راسخ وقوي في العلاقة اليومية للمجتمع تبعنا كلياته من خلال شهر رمضان المبارك. أكيد بيكون في له واقع ديني أكبر، أكيد كلياتنا بنتجه لمتابعة السيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أو السيرة عموما، سير الخلفاء، سير الصحابة. حتى أنت شوفي ملاحظة مهمة جدا أنه برمضان في شيء اسمه دراما تاريخية. طيب ليش؟ لأنه إذا يتناسب مع هدف الإنسان، مع رغبة، ما داخل الإنسان هي إلى أنه ينمو في الجانب الديني، وهذا الجانب الديني بصراحة مطلوب برمضان مثل مطلوب بكل الأوقات الثانية، لكن برمضان في له بصير في له إطلالة من كاملة، ومنها القراءة، وهذه القراءة اللي هي فعلا بتحفز الجانب الديني. يعني ممكن اللي بيقرأه الإنسان برمضان بالجانب الديني ممكن كل السنة ما يقرأه، يعني هذا واقع، وبالذات مجتمعنا السوري موجود فيه، ومجتمعنا الدمشقي كمان نحن بنحس انه هذا موجود اكثر واضح بشكل عيان، انه كلياتنا نتجه برمضان الى الجانب الديني.
تماما. وحتى يعني قديش برايك استاذ هيثم اليوم السوريين عم يحافظوا على ثقافه القراءه وعم يرسخوها اكثر وعم يعيشوا يمكن تقاليد القراءه وطقوس القراءه ان كان الدينيه او اي قراءه ثانيه خلال شهر رمضان المبارك؟ والله انا اذا بدي احكي لك بدي فاجئك بالارقام. نحن اليوم المجتمع السوري تبعنا مجتمع حضاري، مجتمع متطور، مجتمع متقدم. القراءة هي أساس من أساسيات حياته. يعني اليوم أنت بتشوفي مثلا نحن اليوم الشباب تبعنا متجه إلى القراءة، متجه إلى القراءة بشقيها الديني طبعا، وما في شيء اسمه لا ديني، الديني والعلمي والثقافي العام والروايات، متجه إلى مثلا اليوم بكل مفاعيله اليوم متجه إلى القراءة، وهذا يلي عم يعطي مردود الواسع. يعني انت اليوم انا حاقول لك على شغله، واقعنا السوري اليوم خليني اقول الواقع السياسي او الواقع العسكري او شو اللي السبب الرئيسي والرسمي اللي نحن خليني اقول انه نحن اتجهنا الى الجانب الايجابي فيه، القراءه. القراءه كانت حامل الثقافة، كانت هي حامل رئيسي. طبعا الثقافة الدينية إلى دور كان كتير مهم وكتير كبير، والثقافة العامة أيضا. اليوم وقت نحن اليوم عم نشوف قارئنا إن كان الجامعي أو المدرسي أو القارئ العام عم يقرأ برواياتنا المتميزة، وعلى فكرة حتى بقول لك شغلة، مجموع الناشرين السوريين عم ينتجوا إنتاج قد لا يتناسب مع الواقع الحالي اللي أنت بتشوفي إنه نحن اليوم متراجعين. لا أبدا نحن ما متراجعين، وكل الأرقام اللي نحن عم نشوفها بواقعنا وبمجتمعنا عم تدل على إنه نحن واقع متطور، الشعب ينظر دائما إلى المستقبل. لذلك القراءة هي حاملة للمجتمع إن كانت القراءة الدينية. وأنا بالمناسبة بشكر كل دور النشر السورية بهالجلسة هاي يلي اشتغلت بالجانب بالكتاب الديني وقدمت لنا إياه بشكل واسع، وبالذات دور النشر اللي اشتغلت بالمصاحف. نحن اليوم لازم تعرفوه ولازم يعرف كمان الأخ المشاهد أن سوريا هي الأولى في إنتاج المصحف الشريف في العالم العربي، وهذا ليش؟ لأنه في عندنا إمكانيات جيدة وفي تطوير وفي تقنيات عالية. اليوم هذا كله بيرفع من سويتنا. اليوم حتى نحن على في مجال الرواية، يعني أنا ما بدي أقول بس جانب الديني، في مجال الرواية نحن اليوم تقريبا فيني أقول نحن إذا مو المركز الأول عم ناخذ المركز الثاني. وفي دور نشر ونحن من بيناتهم من دور النشر يلي جددت الرواية ويلي رفعت من سويتها وقدمتها. قدمنا مثلا روايات وحي القلم بشكل كامل وإيجابي. المفاجأة كانت انه هذا الشباب كلها تتجه للقراءة، يعني خصوصا عم نشوف هلا الشباب عم يعملوا مثل جماعات على نمط انه القراءة الجماعة، عم يعملوا جماعات قراءة جماعية. تمام، وهذا تمام. عم يكون حتى اليوم لها تأثير. صار في عنا جروبات، انتوا شوفوا الفيس، شوفوا صار في عنا جروبات بتحس على القراءة. صرنا نحن اليوم تطرح كتاب عم تطرح كتاب عم بتناقشوا. برافو. وحتى نحن اليوم عم نشوف، نحن ما كنا نشوف من قبل، حتى قبل الأزمة ما كنا نشوف واحد عمره 18 سنة كاتب أو كاتبة، 20 سنة كاتب بشكل جيد. اليوم صرنا نشوف هذا النمو. شو اللي سوى هذا النمو الثقافي اللي خلى خليني أقول النخب الثقافية تعطي إعاز لظهور شباب وطبقات شبابية تحس على القراءة، بعدين صارت تحس على الإبداع، تحس على الكتابة. اليوم في أنا عندي بدار النشر تبعي عندي عشرات المؤلفات والمؤلفين الكتاب الشباب، هدول مرد مندعيهم ومنقول لهم تعالوا نحن اليوم نحن هدفنا تنمية. منين تبدأ التنمية؟ من القراءة. أنا بدي أرجع للآية القرآنية، شوفي ولاحظي ملاحظة. طيب يعني ليش ما قال ربنا عز وجل، ما دال ما يقول بأول أمر إلهي اقرأ، ليش ما قال صوم رمضان أو صلي أو عبود؟ إذن القراءة هي مفهوم عام، يعني مفهوم عام لكل شيء. أنا بعتز بمهنتي أنه مهنتي هي النشر. ليه؟ لأنه هي اللي انطوى عليها أول تعليم أو أمر، أول أمر إلهي، لأنه أنت القراءة بتحس على القراءة، لأنه من خلال القراءة بتحس على شو؟ على المعرفة. وأنا بدي أكد على فكرة، وجاء الأمر الإلهي ما قال القراءة الدينية، وهي أنا بدي ركز عليها، ما قال القراءة عموم. تمام؟ علم بالقلم. شو معنات علم بالقلم؟ يعني كتب الكتابة،
علم الإنسان ما لم يعلم، مو شيء بس له علاقة بالصلاة والصيام والزكاة والحج، رغم أهمية هذول كلهم، لكن نحن اليوم القراءة خليني أسمي لك إياها القراءة الجامعة، القراءة الهادفة التي تهدف إلى بناء المجتمع بكل سوياته بكل أطيافه بكل انتماءاته. إذن نحن اليوم من خلال شهر رمضان منبارك للمجتمع السوري هذا الشهر المبارك ومنحسن على القراءة الكاملة، وطبعا بشهر رمضان منزيد أكثر على أنه نحن نقول لهم لا تنسوا قراءة القرآن، لا تنسوا كمان في أوراد في شيء له علاقة بالقصص وبالسير الإسلامية، لكن كمان بنفس الوقت نحن عندنا مفهوم قراءة عام منسلط عليه تماما بشكل عام، يعني بتمنى هذا المفهوم ده يزيد اكثر واكثر لدى كل السوريين ان شاء الله. وانا على فكره انا شايف انه هو عم يزيد، يعني انا بدي اتفائل ان احنا كلياتكم ونشوف انه احنا عم يزيد في سوريا لسوريا الحضاره اللي كلياتنا. لا تنمو حضاره بدون ثقافه، لا تنمو ثقافه بدون قراءه وبدون علم وبدون معرفه، وسوريا الحضاره ستنمو وستعود، ونحن كلياتنا مع بعضنا البعض ونزال متفائلين، وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم يا رب. شكرا كثير لوجودك معنا سمين. اليوم الاستاذ هيثم حافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين، وكل التوفيق لكم. الله يسلمك، وانا بتشكركم وبتشكركم على الاطلاله الظريفه الدينيه اليوم. شكرا كل عام وانتم بخير.